مساء الخير، أنا سنة من المركز الثقافي النمساوي، والنهاردة إحنا موجودين علشان هنعمل حوار مع الفنانة منى هالة. دلوقتي أنا هشوف هي موجودة ولا لأ. تعالوا معايا. هاي، ازيك يا سنة؟ ازيك يا منى؟ أنت عاملة إيه؟ تعالي. الحمد لله تمام. ممكن أسألك شوية أسئلة؟ طبعا. مين اللي ألهمك إنك تبقي ممثلة؟ محدش ألهمني ولا حاجة. أنا كنت صغيرة بغني في الأوبرا، وبعدين صحابي هناك كانوا بيمثلوا فخدوني امثل معاهم. بس من ساعتها بقيت ممثله. تمام. اذا ما كنتش ممثله كنت تتمني تبقي ايه؟ كنت احب ابقى مخرجه او مغنيه جاز. ايه هي الحاجه اللي ما تقدريش تعيشي من غيرها؟ فريدي، القط بتاعي. تلات كلمات توصفي بيهم نفسك. اني شجاعه وحره ومستقله. تلات كلمات اصحابي يوصفوكي بيهم. لساني طويل جدا وقطر، اي حد بيكلمني على طول مفيش تفاهم. وتالت حاجه ان انا كريمه في بيتي. ايه هي اول حاجه بتعمليها الصبح؟ باكل الاستاذ فريد، هو اهم حاجه في حياتي. ايه هي اول ذكرى في حياتك؟ اول ذكرى في حياتي ان احنا كنا عايشين زمان في بيت فيه جنينه صغيره كده، فكنت دايما بنزل اقعد مع الجيران فيها، اولاد الجيران، وبلعب معاهم. جميل. ايه هي الموهبه المدفونه عندك واللي محدش يعرفها؟ ان انا بغني جاز وبلوز كويس قوي. ايه هي الكلمه النمساويه المفضله ليكي؟ ديبك. قلت ديبك ده عباره عن بقسماط رفيع كده بيتاكل مع الجبنه او الشاي الصبح. ايه هي اغلى حاجه بالنسبه لك في النمسا؟ الدوناو، بحب اعوم دايما في الدوناو كل يوم. قصر شمبرون في فيينا ولا حديقه الازهر في القاهره؟ ده سؤال برضو. الشمبرون طبعا. اذا كان عندك قوه خارقه فتبقى ايه؟ كنت احب اقعد فترة طويلة تحت المية زي السمك. ايه الحاجة اللي بتفطسك من الضحك؟ ولاد اختي، دمهم خفيف جدا. ايه هي احسن نصيحة سمعتيها؟ احسن نصيحة سمعتها ان انا كممثلة مش المفروض ان انا اقول على سني، لانه الممثل ممكن يكون شكله اكبر او اصغر شوية من سنه فيلعب ادوار مختلفة، لكن انا بصراحة ما عملتش بالنصيحة دي وبقول على سني. انا عندي 36 سنة. معلش انا هاملة مية عشان اعمل مكرونة. ايه هي احسن نصيحه انت اديتيها لحد؟ ان الممثل لازم يبقى عنده راي مختلف. طبعا. ورايه الخاص، يعني لانه معظم الممثلين لما بتشوفيهم في الانترفيوز بيقولوا حاجات بس عشان ترضي الجمهور، مش بيقولوا رايهم بجد. اصعب دور مثلتيه؟ اصعب دور مثلته هو ليل خارجي، كنت بعمل شخصيه اسمها توتو، والصعوبه بتاعته ان انا استعملت حاجات من حياتي الشخصيه في انه العب الدور، وده كان مؤلم شويه بالنسبه لي. مين هي الشخصيه النمساويه المعروفه اللي بتحبي تمثليها على الشاشه؟ كونشيتا بوست. الممثله النمساويه رومي شنايدر ولا الممثله المصريه نيلي كريم؟ شنايدر. المستقبل ولا الماضي؟ لا، الماضي طبعا، من العشرينات للخمسينات، انا حتى شكلي عامل زيهم، شعري. ساحة تورتة ولا بسبوسة؟ ولا دي ولا دي، لأنه أنا فيجن فما ينفعش آكل حاجة فيها منتجات حيوانية، والاتنين فيهم زبدة فما باكلهمش. تاني حاجة إن أنا ما بحبش الحلويات أصلا. إيه هي الصفة اللي بتعجبك في نفسك؟ إن أنا شجاعة. إيه هي الحاجة اللي مش بتعجبك في نفسك؟ إن أنا باكل ضوافر إيديا ورجليا. بصي. مع أي شخصية مشهورة تحبي تشربي فنجان قهوة؟ مع فريدي ميركوري. قولي لنا حاجة على الأكتر حاجة مهمة موجودة على الحيطة في شقتك. الحيطة عندي ما فيهاش أي حاجة لأني ما بحبش أخرم الحيطة، بس قبل ما أخرج كل يوم بسلم على الثلاثة دول: فريدي ميركوري ميوزيشن طبعا معروف، وستانلي كوبريك المخرج الأمريكاني، ودي ريتشل ويز الممثلة الإنجليزية، بحبها كممثلة لكن كمان بحب الشخصية اللي هي لعبتها في فيلم أجورا. كانت بتعمل شخصية اسمها هيباتيا، دي أول واحدة اكتشفت إنه الأرض كروية في القرن الرابع الميلادي، وكانت عايشة في اسكندرية في مصر. ايه هي الحاجه اللي بتلحمك في الحياه؟ المزيكا، لازم اسمع مزيكا كل يوم. اخر سؤال يا منى، هتعملي ايه بعد الحوار ده؟ هسلق مكرونه وهعمل بولونيز بالصويا وهروح اتغدى مع جارتي. شكرا يا منى جدا. باي باي.